الليلة 66 قالت شهرزاد للملك شهريار: بلغني أيها الملك السعيد أن المزين أتم حكيه للملك وقال: إن الجارية عندما ذهبت عند أخي قالت لها: إن زوج سيدتها قد عزم عليه للبيت هذه الليلة، وأخي لا يعلم أن زوجها اتفق مع زوجته على أن تحتال عليه بحيلة وتفضحه فضيحة يشتهر بها في هذه المدينة، وتقول إنه أراد بها سوءاً، وأخي لا يعلم شيئاً من كيدهما. لما أقبل المساء جاءت الجارية إلى أخي وأخذته وراجعت به إلى سيدتها فقالت لها: والله يا سيدي إني مشتاقة إليك كثيراً. ارتاب أخي من كلامها واختلط عليه الأمر فقال: قد عزم علي زوجك هذا المساء، فأين هو؟ ولم يتم كلامه إلا وقد حضر زوج السيدة من بيت جارها فقبض على أخي وقال لها: لا أفارقك إلا عند صاحب الشرطة، فما الذي أتى بك إلى بيتي وأنا غائب؟ تضرع إليه أخي فلم يسمعها، بل حمله إلى دار الوالي الذي ضربه بالسياط ضرباً مبرحاً، وأركبه حماراً ودوره في شوارع المدينة، والناس ينادون عليها: هذا جزاء من يهيم بحريم الناس. ووقع من فوق الحمار بعد ذلك فانكسرت رجله فصار أعرج، ثم نفاه الوالي من المدينة وقد خرج لا يدري أين يقصد. فاغتظت أنا مما حصل له ولحقته وأتيت به والتزمت بأكله وشربه إلى الآن. ضحك الخليفة من كلامي وقال: أحسنت. فقلت لها: لا أقبل هذا التعظيم منك يا مولاي دون أن تصغي حتى أحكي لك ما وقع لبقية إخوتي، ولا تحسب أني كثير الكلام. حينها قال الخليفة للمزين: حدثني بما وقع لجميع إخوتك، وشنف مسامعي بهذه الرقائق، واسلك سبيل الإطناب في ذكر هذه اللطائف. قلت: اعلم يا أمير المؤمنين أن أخي الثاني كان اسمه بقبقة، وقد وقع له أنه كان ماشياً يوماً من الأيام متوجهاً إلى حاجة لها، وإذا بعجوز قد استقبلته وقالت لها: أيها الرجل، قف قليلاً حتى أعرض عليك أمراً، فإن أعجبك فاقضه لي. وقف أخي فأردفت العجوز: أدلك على شيء وأرشدك إليها بشرط أن لا يكون كلامك كثيراً. فقال لها أخي: هاتي كلامك. قالت العجوز: ما قولك في دار حسنة وماؤها يجري وفاكهة ومدام ووجه مليح تشاهده، ولم تزل كذلك من العشاء إلى الصباح، فإن فعلت ما أشترط عليك رأيت كل الخير. لما سمع أخي كلامها قال: يا سيدتي، وكيف قصدتني أنا بهذا الأمر من دون الخلق أجمعين؟ فأي شيء أعجبك فيه؟ قالت: أما قلت لك لا تكن كثير الكلام واسكت وامضي معي. ثم ولت العجوز وسار أخي تابعا لها طمعا فيما وصفته لها، حتى دخلا دارا فسيحة وصعدت به من أدنى إلى أعلى، فرأى قصرا ظريفا، فنظر أخي فرأى فيه 4 بنات ما رأى الرؤون أحسن منهن، وهن يغنين بأصوات تطرب الحجر الأصم. ثم أدرك شهرزاد الصباح وسكتت عن الكلام المباح.